طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، نبداها بابرز العناوين. الرئيس السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي لتأكيد العلاقات بين البلدين. استعدادات مكثفة للجيش والداخلية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية. رئيس الوزراء عازمون على بناء دولة حديثة يكون المواطن هو محورها الأساسي. نادي ليفربول يكشف قميصه الجديد بمشاركة محمد صلاح. الجيش الأمريكي يطور بديلاً لواتساب لا يمكن اختراقه. متجر فرنسي يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلي. ونادين عبد الله تكتب حديقة التكنولوجيا ببرلين. وإلى التفاصيل، فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وسلم بن سعيد رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. كما أعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أيمن سمير خبير الشؤون الدولية. دكتور أيمن أهلا بك معنا اليوم. أهلا بكم. أهلا وسهلا. إذا نتحدث عن أن المنطقة تمر بلحظات حرجة، تحديات جسيمة، والعلاقة بين مصر والسعودية هما ركيزة المنطقة وأمانها كما صرح رئيس السيسي. إذا كيف تقرأ، يعني كيف يمكن تدعيم هذه أو أواصر التعاون العربي بين البلدين، وكيف يمكن أن تنعكس أيضا على الاستثمارات السعودية في مصر؟ يعني أولا العلاقة المصرية للسعودية هي علاقة قوية للغاية. توصف مصر والسعودية بأنهما جناح العمل العربي المشترك. لا يمكن أن يكون هناك عمل عربي جماعي بدون مصر والسعودية. دائما مصر والسعودية ومعها الإمارات توصف أيضا بأنها القلب الصلب النابض للأمة العربية. الآن قد لا يكون يعني من المستحيل أن يكون هناك تعاون جماعي على مستوى 22 دولة عربية، لكن التعاونات الثنائية مثل مصر والسعودية أو مصر مع الإمارات أو مصر والسعودية والإمارات ومع البحرين أو مصر والأردن والعراق، أنا في اعتقادي هذه هي اللبنة الحقيقية والمسارات الحقيقية التي يمكن تحقق مصالح الشعوب. طبعا المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر عربي في السوق المصري. تحولات المصريين في السعودية هي الأعلى ما بين تحولات المصريين في الخارج. مجلس الأعمال المصري السعودي هو أكبر مجلس أعمال لرجال الأعمال، بيشرف ويدشن مشروعات اقتصادية واستثمارية في مصر. تقريبا المملكة العربية السعودية بتشارك في كل المشروعات القومية. احنا عندنا حوالي 250 مشروع قومي في مصر ما بين عقارات وبتروكيماويات وانشاء طرق وغيرها. المملكة العربية السعودية والقطاع الخاص السعودي بيساهم في هذه المشروعات. التجارة البينية ما بين القاهرة والرياض في عام 2018 زادت بنسبة 37%، وبالتالي احنا عندنا منصة قوية لإطلاق تعاون في الفترة اللي جاية ما بين مصر والسعودية تشمل كافة القطاعات سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو حتى الأمن. أنهت القوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. فيما عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بمساعد الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمدير الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرنس لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامنا مع عملية الاستفتاء. هذه القوات بما لديها من إمكانات تقنية وعزيمة وتدريب جيد
أنهت استعداداتها لتأمين الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية بتوفيرها مظلة من الأمن والأمان للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع المنتشرة على مستوى الجمهورية لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة على مدار 3 أيام هي مدة الاستفتاء. خطة أمنية متكاملة الأركان أعدتها وزارة الداخلية تشارك فيها كافة قطاعاتها، تعتمد على الانتشار الواسع والوجود الأمني المكثف للعناصر الشرطية بآلياتها وتسليحها أمام لجان الاستفتاء من خلال عدد من الدوائر الأمنية التي تمثل حائطا منيعا بما يضمن التصدي لأي محاولة تستهدف تعكير صفو سير العملية. وتم توفير الدعم اللوجستي للقوات المكلفة بعمليات التأمين مع انتشار تشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بمحيط اللجان، إضافة إلى قوات التدخل السريع وتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية والمنافذ، وتفعيل نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة مع زيادة الدعم التقني واللوجستي المقدم لها، مع توجيهها بالتعامل بحسم مع أي خروج على القانون وأي محاولة للمساس بأمن المواطن. الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاستفتاء يواكبها إجراءات أمنية مشددة على المنشآت الهامة والحيوية وأقوال أمنية تجوب الشوارع الرئيسية والميادين لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث لا تهاون مع أي مساس بالأرواح والممتلكات، بل تعامل بكل حسم وجدية مع أي محاولة تهدف إلى المساس بأمن الوطن والمواطن. في ظل مسيرة العمل والبناء التي يشهدها الوطن بكافة قطاعاته والتي تزدهر في جو يسوده الأمن الذي يحرص رجال الشرطة على توفيره باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس، لتحيا مصر دائما قوية أبية. طبعا تحية لرجال الشرطة والجيش على هذا الدور الوطني العظيم في تأمين المواطنين في كل المناسبات. دكتور أيمن، يعني هذه الاستعدادات من القوات المسلحة ومن الشرطة كيف تؤثر على المواطنين وإلى أي مدى يمكن أن تطمئنهم وتدفعهم للمشاركة في الاستفتاءات؟ يعني أولا زي ما أنت قلت كده بالضبط، هي رسالة طمأنينة للمواطن أنه هينزل ويروح الاستفتاء ويدلي برأيه في جو آمن تماما. أنا في اعتقادي هذه الإجراءات الصارمة لا يمكن أن تترك أي ثغرة لمن أي شخص يفكر أن يعبس بالأمن المنشآت أو المؤسسات أو بأمن الوطن، وبالتالي نحن في حالة أمان واستقرار كامل. نعم قد يعني يفكر يعني أعداء الوطن بأن مثل هذه التجمع الحشود أو ما إلى ذلك يمكن من خلاله القيام ببعض العمليات، لكن ما رأيناه في التقرير هذه الاستعدادات الأمنية المكثفة من قبل وزارة الداخلية ومن قبل القوات المسلحة لا تترك أي مجال لأي عمل أو اختراق من قبل أي شخص. كل شيء مؤمن، الشوارع مؤمنة، المؤسسات مؤمنة، المواطن في الحافلات والنقل العام وغيرها مؤمن بشكل كامل. كما نعلم أن قوات الشرطة وقوات الجيش بتؤمن اللجان من الخارج، يعني هي تدخل إلى مقرات اللجان في الداخل، لأن اللجنة من جوه يعني القائد أو الحاكم فيها هو القاضي، لكن خارج اللجان الانتخابية يتم تأمينها بشكل كامل من قبل القوات الأمنية سواء من قبل الشرطة أو من قبل قوات الجيش. بالتزامن مع الاحتفال بيوم التراث العالمي، افتتح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكبر مقبرة صف البر الغربي بمحافظة الأقصر، وهو الكشف الأثري الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرا. وشارك في الافتتاح وزراء الأثار والسياحة والتنمية المحلية والصحة وعدد من سفراء دول العالم. وأعرب مدبولي عن سعادته بهذا الكشف الأثري الذي يعد إضافة جديدة لعظمة هذا المكان تاريخيا وأثريا، مشددا على أننا عازمون على نهج بناء أو نهج بناء الدولة الحديثة التي يكون فيها المواطن المصري هو محورها الأساسي. وشدد خلال حديثه بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية خاصة الموجودة بالأقصر، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الدعم الكامل لهذا القطاع.
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية تحسنا تدريجيا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة فضلا عن رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما رفعت تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى B2، مؤكدة أن رفع تصنيف مصر يعكس قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل رغم متطلبات مجمل الاقتراض. دكتور أيمن، بعد خطة الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مجددا، موديز تعلن عن نمو اقتصادي مصري واضح، برأيكم هذه المؤشرات إلى أي مدى ستسهم في استقطاب أو جذب ثقة المستثمرين الأجانب؟ يعني بالتأكيد هذه الوكالة هي من أعلى أو أفضل الوكالات على مستوى العالم، عندما تقول أن الاقتصاد المصري واعد، عندما تنقل النظرة من B3 لB2 ده معناها أن الاقتصاد المصري داخل مرحلة إيجابية جديدة. أنا في اعتقادي هذا التصنيف جاء نتيجة مؤشرات حقيقية صدرت بنهاية 2018 وبداية 2019، لأن في 2018 مصر حققت معدل نمو في اعتقادي هو الأكبر في أفريقيا وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تجاوز 5.3%، وهذا معدل نمو غير مسبوق بعد 2011، ده رقم واحد. لأول مرة مصر تحقق في آخر 30 سنة ما يسمى بفائض أولي في الميزانية، غير مسبوق هذا الأمر، كان دائما في عجز. العجز العام في الميزانية تراجع بشكل كبير للغاية. الميزان التجاري بين مصر وبين 23 دولة على مستوى العالم تحول من سلبي إلى إيجابي، يعني بعد ما كنا احنا بنستورد أكتر ما بنصدر انعكس، بقينا احنا نصدر أكتر ما بنستورد. البنك المركزي، العملة الصعبة في البنك المركزي تجاوزت 44 مليار دولار. عائدات المصريين في الخارج في 2018 وصلت ل 25.6 مليار دولار، وهذا أمر غير مسبوق. الانفاق المباشر أو الاستثمار المباشر في آخر 10 شهور من 2018 تعدى 7 مليارات دولارات. كل هذه المقاييس، كل هذه المعايير بتستند وبتشوفها المؤسسات الدولية، وبالتالي تكون نظرتها للاقتصاد المصري في الفترة القادمة نظرة إيجابية. هذا التصنيف الجديد أنا في اعتقادي أولا هيشجع المستثمرين في الخارج والمستثمرين العرب للاستثمار في السوق المصري، في نفس الوقت بيعطي الحكومة المصرية ووزارة المالية المصرية مرونة في إما في طلب قروض على فايدة أو في على وقت أطول، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الدولية. كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن القميص الخاص به للموسم الجديد 2019-2020، ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر موقع تويتر فيديو لمجموعة من اللاعبين وهم يستعرضون القميص الجديد. وشارك محمد صلاح مع الغيني نابي كيتا والبرازيلي فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون في الكشف عن القميص الجديد للفريق. في سياق آخر، هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء محمد صلاح لاختياره في ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمية. أما الآن نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس انتظرونا. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وإلى الشأن الخارجي، حيث قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أنه على الرغم من الخسائر الملموسة في سوريا والعراق، إلا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطرا كبيرا من خلال تنظيم قوته وفقا لمبدأ الشبكة، إذ تنتشر الخلايا المترابطة والمستقلة ذاتيا خارج حدود الشرق الأوسط إلى أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، كما أن جماعات كبيرة تتعمق في القارة الإفريقية ولا سيما ليبيا. عودة إليكم دكتور أيمن، يعني عندما نتحدث عن خطر داعش نتحدث وجوبا عن مسألة الاستقطاب. التنظيم كانت له قدرة كبيرة على الاستقطاب منذ فترة بسبب النجاحات إن صح التعبير التي حققها في الشرق الأوسط. اليوم هذه المكتسبات انتفت واندثرت، وتحول التنظيم لفلول متناطرة ربما في جميع أنحاء العالم. أمام هذا المشهد، ما حجم الخطر الذي يمثله داعش اليوم؟ أولا خطر داعش أنا في تصوري ربما كان أكبر من الماضي،
وربما كان أكبر مما كان عليه في سوريا والعراق. ليه؟ لأن عندما كان التنظيم موجود في سوريا والعراق هذه المنطقة كانت تشكل نقطة جذب للعناصر المتطرفة، يجوا من أوروبا، يجوا من آسيا، يروحوا من الدول العربية، يروحوا هناك بطريقة ما، يقتلوا، يكتسبوا خبرة، أيا كان على الأقل في نشاط ظاهر. الآن كل الخلايا ما يسمى بالذئاب المنفردة والخلايا النائمة يمكن أن تتحرك وتقوم بعمليات إرهابية في كل دول العالم. للأسف بنهاية 2019 وأوائل 2020 ما يسمى بالجيل الثاني من الدواعش في أوروبا سوف يتسلموا الراية. ليه؟ لأن بعض الناس اللي اعتنقوا هذه الأفكار في أوروبا دخلوا السجون وخدوا أحكام صغيرة أو متوسطة. هذه الأحكام هتنتهي 2019 2020 2021 على أكثر، هيخرجوا أكثر إجراما، لأن معروف أن السجون في أوروبا هي الأكثر تفريخا لعناصر داعش. السجون الأوروبية للأسف ممكن واحد يدخل مجرم عادي، لكنه يخرج بقدرات إجرامية وبفكر إرهابي. نفس الأمر موجود في آسيا. آسيا تسمى يعني الأرض الخصبة لانتشار داعش في العشر سنوات القادمة. داعش حاولت تبني خلافة في جنوب الفلبين، حد يتوقع؟ أقصى جنوب الفلبين في منطقة مراوي في جنوب الفلبين حاولوا يعملوا خلافة هناك. نعم الحكومة يعني أقصتهم أو انتصرت عليهم، لكن الفكرة ما زالت قائمة. أنا في تصوري الانتصار انتصار مادي، انتصار في على الأرض، كما قال أحد البيانات المصرية انتصار على داعش مكانيا، لكن معركة كذب القلوب وكذب الأفكار ضد داعش في تصوري هي المعركة الأكبر. وهذه المعركة قد تكون لم تبدأ بعد، مش لم تنتهي بعد، لم تبدأ بعد. وبالتالي قدرة داعش على الحجب وعلى التعبئة وعلى استقطاب العقول واستقطاب العقول ما زالت مستمر. أما في اليمن، دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام. وخلال لقائه المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، طلب هادي تحديد الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته. دكتور أيمن، يمكن حديث عن تضييق الخناق على الحوثيين في اليمن، ولكن مع تعثر المفاوضات وتطبيق اتفاق ستوكهولم، إلا أن هناك تقرير من البنك الدولي تحدث أن الاقتصاد اليمني في تحسن في النصف الثاني من هذا العام. كيف تفسر هذا وكيف تقرأ الوضع السياسي في اليمن؟ طبعا كل المشاكل في اليمن تبدأ وتنتهي عند الحوثيين. نعم. هم رفضوا كل الاتفاقيات، ليس فقط اتفاق ستوكهولم، رفضوا من قبل اتفاقية جنيف، رفضوا من قبل اتفاق أو مفاوضات الكويت لما توصل لأي شيء، رفضوا كل المعايير والمرجعيات الدولية الخاصة بالحل. عندنا ثلاث مرجعيات: القرار 22-18، القرار 22-16، عندنا مخرجات الحوار الوطني، عندنا المبادرة الخليجية. هم يرفضوا كل ذلك. اتفاق ستوكهولم كان المفروض يتنفذ خلال 45 يوم، يعني شهر ونص. نعم. النهاردة عد عليه من شهر ديسمبر، إذا احنا دخلنا في 5 شهور ولم ينفذ هذا الاتفاق. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد، ده نقطة مهمة جدا، ودي بارقة أمل للشعب اليمني، لأن تم تحرير 85% من أراضي اليمن. كل الأراضي التي يتم تحريرها الآن تحت يعني سيطرة الشرعية اليمنية تحاول تدير هذا الاقتصاد بطريقة يعني أفضل مما كان عليه الوضع في السابق. المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي بيتبرعوا بأرقام فلكية، والمملكة العربية السعودية تبرعت بوديعة في البنك المركزي اليمني. ده حسن الاقتصاد اليمني، دعم العملة اليمنية بشكل كبير للغاية. النهاردة الموانئ في الجنوب بتعمل بشكل كويس، وبالتالي دخول البضائع والأدوية والمنتجات التي يعيش عليها اليمنيين بدأت تتدفق بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي. الإمارات تحديدا بتشتغل على فكرة الدعم المدني، يعني تعمل طرق، تعمل إدارة مدنية، تهندس المؤسسات والأماكن التي يعني خربها الحوثيين. وبالتالي أنا في اعتقادي إن لم يشهد عام 2019 تحرير صنعاء من الحوثيين، فعلى الأقل الشعب اليمني سوف يجني ثمرة صغيرة بتحسن الاقتصاد، ولكن بشرط تحسن الأمن وأيضا الاستقرار السياسي. بالتأكيد بالتأكيد.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع الصين يتقدم بشكل رائع، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن وبكين حددتا إطارا زمنيا أوليا للجولة المقبلة من المحادثات التجارية المباشرة بين البلدين. وأفادت بأن المفاوضين يهدفون إلى إقامة حفل توقيع الاتفاق التجاري الذي ينهي الحرب التجارية بين البلدين في أواخر مايو أو أوائل يونيو. دكتور أيمن، طبعا لا يخفى على أحد أن الحرب التجارية بين البلدين لم تكن سهلة وكبدت طرفيها الخسائر بالمليارات خلال 2018، وبالتالي إلزاما جولات المفاوضات الأخيرة لابد أن تكون أول خطوة نحو اتفاق عادل إن صح التعبير. ما هي توقعاتكم لشكل هذا الاتفاق؟ يعني أولا فكرة الحرب التجارية تنتهي بين أمريكا والصين هذا مستحيل، لأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام بيشعروا أنهم يعني التجارة العالمية فيش عدالة، وأن الصين بتمارس بعض الممارسات غير العادلة. يعني أولا الصين بتسرق العلامات التجارية، غالبية اقتصاد الصين قائم على التقليد وليس الابتكار، وده الفرق بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني. يعني في ناس بيحلوا ليهم يقولوا أن الصين يعني تتفوق على أمريكا في ظرف مثلا 10 سنوات، ده مستحيل، لأن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد مبتكر، هم من يبتكر الحاجة، الصينيين هم المقلدون. الأمريكا بتنتج 20.4 تريليون دولار سنويا، بتوزعه على 400 مليون من السكان فقط، في حين أن الصين بتنتج 13 تريليون بتوزعه على 1.3 مليار، وبالتالي الفجوة كبيرة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كاقتصاد. لكن في التجارة الصين أنا في اعتقادي بتبتز الولايات المتحدة الأمريكية، لأن صادرات الصين للسوق الأمريكي 650 مليار دولار سنويا، لكن صادرات أمريكا للصين 250 مليار فقط، وبالتالي هناك فجوة أو جاب بين الطرفين تصل إلى 400 مليار دولار. الرئيس ترامب عايز من الصين حاجتين، عايز الصين تفتح أسواقها للاستثمارات الأمريكية، وفي نفس الوقت يكون في يعني نوع من العدالة ما بين الميزان التجاري الصيني والأمريكي. حتى الآن الصين قبلت جزئيا أنها تسمح بالاستثمارات الأمريكية تدخل بعض القطاعات، لكن في تصوري المشكلات هتبدأ بعد هذا الاتفاق، لأن الاتفاق الحالي بتكلموا عليه تطبيقه هيبقى صعب للغاية، لأن الصين أصبحت متعمقة ومتغلغلة في السوق الأمريكي. المصنعين أو التجار الأمريكيين مش لاقيين فرصة لدخول السوق الصينية، وبالتالي أنا في اعتقادي الاتفاق بيعالج نقطة فقط هي التجارة البينية، لكن ما بيعالجش الخطوات المهمة على المدى البعيد زي الاستثمار زي فتح الأسواق. وفي اعتقادي ده أهم شيء للرئيس ترامب إذا كان بيفكر أو إذا كان يعني يأمل أنه ينجح في انتخابات 2020. وإلى الجيش الأمريكي الذي يطور نظام تواصل جديد يشبه واتساب، يمتلك قدرة كبيرة على تأمين البيانات المتداولة بين مستخدميه. وقامت هيئة الأبحاث الدفاعية التابعة للجيش الأمريكي بتطوير النظام الجديد، وهو يحمل اسم راس ويحول دون الكشف عن هوية مستخدميه وبياناتهم. وضع مجلس مدينة العاصمة البريطانية لندن معايير صارمة لوسائل النقل التي تعمل على البنزين، مغلقا الطرق والمنافذ في المدينة للسيارات والشاحنات التي لا تراعي هذه القوانين. ويهدف القانون الجديد لوقف الانبعاثات من السيارات بهدف محاربة التلوث البيئي والتقليل منها، حيث سيتم تغريم السيارات المخالفة حوالي 15 يورو يوميا في الوقت الذي ترتفع فيه الغرامة على الشاحنات لتصل إلى 116 يورو يوميا، كما قد تصل الغرامات حتى 1000 يورو حسب نوع السيارة. بعد 4 عقود على توصيل إنسان آلي لرسالة مهمة من الأميرة ليا في أحد أفلام سلسلة حرب النجوم، تعتزم مجموعة فرنسية تدير متاجر استخدام أجهزة روبوت مستوحاة من ذلك الآلي لنقل الطعام إلى العملاء في باريس. وستجرب سلسلة متاجر فرامبري أجهزة روبوت لتوصيل الطلبات في شوارع الدائرة 13 بباريس لمدة عام، مما سيزيد سخونة السباق على عمليات التوصيل الآلية مع شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون. كشفت دراسة حديثة أنه من السهل اكتشاف الرجال الخائنين كونهم يحملون سمات الخيانة في ملامحهم. ووفقا لصحيفة الجارديان، كلما زادت ملامح الذكورة في وجوه الرجال زادت معها احتمالية أن يكونوا خائنين. وأوضحت الدراسة أن الملامح الذكورية المقصودة هي الجبين البارز والفك القوي والشفاه الرقيقة. فاصل أخير، نواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس تابعونا.
عودة مرة أخرى لنشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزيري دفاع اليونان وقبرص المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 8، والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص، والذي استمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة حاملتي المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر طراز ميستيرال وعدد من القطع البحرية الأخرى. المزيد نتابع في التقرير التالي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول إيفانجلوس أبوستولاكس وزير الدفاع اليوناني، والسيد سافيلس أنجليدس وزير الدفاع القبرصي المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 8، والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص بمسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة حاملتي المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر من طراز ميسترال وعدد من القطع البحرية والفرقاطات ولنشات الصواريخ وعدد من الطائرات F-16 متعددة المهام والهليكوبتر وطائرات النقل. بدأت المرحلة الرئيسية بوصول القائد العام للقوات المسلحة إلى متن إحدى الفرقاطات اليونانية المشاركة بالتدريب، أعقبه الانتقال إلى حاملة المروحيات أنور السادات والقيام بجولة تفقدية. واستمع الوزراء لعرض ملخص للأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، ونفذت القطع البحرية المشاركة تمرينا للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية المعادية. أظهر مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية وقدرة على العمل المشترك. كما تضمنت الأنشطة تنفيذ الهليكوبتر لإسقاط وإبرار جوي للمجموعات القتالية من قوات المظلات، تلا ذلك عملية إبرار بحري على الساحل لعناصر من القوات الخاصة بواسطة العائمات السريعة لتأمين الشاطئ ضد التهديدات الإرهابية. ونفذت قوات المشاة عملية إبرار على الساحل عبر وسائط الإبرار المحملة على حاملة المروحيات. وشاركت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ هجمة جوية لتدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ واستكمال تدمير الأهداف المكتشفة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لوزراء الدفاع والوفود والقوات المشاركة، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر، ومؤكدا على عمق العلاقات العسكرية التي تربط بين الدول الثلاث. كما أشاد وزيرا الدفاع لكل من اليونان وقبرص بالأداء القتالي للقوات المنفذة للتدريب، والذي يعكس مدى المستوى المتميز من التنسيق بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية. حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية. بتسهيلات غير مسبوقة في السداد والتقسيط حتى 36 شهرا، انطلقت اليوم فعاليات معرض لو مارشي لاكازا للأثاث والديكور، أبرز وأكبر المعارض في مصر والشرق الأوسط، حيث يستمر حتى الأحد 21 من إبريل بمركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور الإعلامي طارق نور ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح والدكتور أسامة مالك رجل الأعمال. وتقام فعاليات المعرض داخل قاعات مجهزة، ويضم مجموعة منتجات متنوعة تبدأ من الأثاث المنزلي والمكتبي والأدوات الصحية والمطابخ. كما يعد المعرض حدثا كبيرا في عالم المعارض في مصر، باعتباره يشهد توحيد جهود أكبر معرضين على مدى أكثر من 25 عاما، ويقدم أحدث المنتجات لدى أكبر شركات الأثاث والإكسسوار والديكور. أما الآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم.
تحت عنوان حديقة التكنولوجيا ببرلين، تكتب الدكتورة نادين عبد الله في عدد الجمعة من المصري اليوم متحدثة عن حديقة التكنولوجيا في برلين، والتي تحتوي على ما يزيد عن 500 شركة تدر دخلا يصل إلى 9 ملايين يورو، وأكثر من 10 مراكز بحثية غير جامعية، وستة مراكز بحثية تابعة لجامعة هامبولت ببرلين، تعمل جميعها في مجالات التكنولوجيا أو تكنولوجيا الصور والمعلومات والطاقة المتجددة والبيئة. وأضافت الكاتبة أن فكرة تجميع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا مع مراكز الأبحاث الجامعية وغير الجامعية كلها في مكان واحد هي فكرة ملهمة إلى أبلغ حد، مشيرة إلى أن الهدف من تخطيط المكان بهذا الشكل هو تعميق فرص التواصل والاستفادة بين الجانبين، بما يضاعف من إمكانية الابتكار والبحث العلمي والتنمية. دكتور أيمن سمير، برحب بحضرتك مرة أخرى في استوديو القاهرة والناس. يمكن الدكتورة نادين عبد الله طرحت فكرة ملهمة كما قالت، وهو يعني تجميع البحث العلمي والابتكار في مكان، وأيضا وجود فكرة تحت سقف واحد، وتتحدث عن حديقة برلين هنا والتكنولوجيا التي تهتم بها القيادة السياسية. نطمح إلى التحول الرقمي، لدينا آمال كبيرة وطموحات، وكما قالت تدر دخلا كبيرا. صحيح. كيف تقرأ هذه الفكرة، وهل يمكن أن تطبق هنا في مصر؟ يعني أولا في العالم دلوقتي في نوعين من الاقتصاد مهم جدا، ما يسمى بالاقتصاد الخدمي والاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الخدمي اللي هو تقدمي خدمات زي المطارات والخدمات اللوجستية والمواني وما إلى ذلك. الأمر الثاني أو الجناح الثاني للاقتصاد الجديد هو الاقتصاد الرقمي. أنا في اعتقادي هذا يعني أفضل توجه ممكن تتوجه ليه مصر في الفترة القادمة، لأن مصر 60% من أبنائها شباب. التوجه نحو في كلية الهندسة والكلية التطبيقية نحو رقمنة المعلومات ونقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا، ده شيء مهم جدا، خصوصا أن التكنولوجيا فيها أجيال. يعني في بعض منتجات التكنولوجيا مثلا اللي كانت بتنتجها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الدول الصناعية الكبرى، بدأت تتخلى عنها الدول قد تكون أقل منها في مجال التكنولوجيا زي مصر. ده أنا في اعتقادي فرصة كبيرة جدا لمصر تدخل في هذا المجال وتقدم هذه الخدمات، وممكن تبيعها حتى للمحيط المحيط بها زي الدول العربية أو أفريقيا، باعتبار أن مصر بوابة أفريقيا. الحاجة الثانية فكرة توطين التكنولوجيا هتقلل من فكرة الاستيراد. نعم. انت بتعمل نوع من الاكتفاء الذاتي من هذه المعدات والتكنولوجيا بما يوفر العملة الصعبة اللي انت بالفعل بتستوردي بها من الخارج. الأمر الآخر ان في تحول، ان كل شيء النهاردة بيتم بالتكنولوجيا. يمكن من احد اخبار النشرة ان احد المطاعم في باريس بيحاول يوصل الاكل النهاردة عن طريق الروبوت. ده احنا لازم ندخل في هذا المجال، وانا في اعتقادي كليات الهندسة في مصر متقدمة جدا وفيها عقول كبيرة جدا. وهنا تأتي البحث العلمي. صحيح. وجود الـ 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 الشركات مع البحث العلمي او وجود تواصل او قنوات تواصل بين الاثنين، انا في اعتقادي ده مهم جدا. ومع مقال اليوم نكون وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة. شكرا أمينة. شكرا أمل. شكرا دكتور أيمن سمير، خبير الشؤون الدولية، كنت معنا في جولة اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. غدا جولة إخبارية جديدة فقط على نشرة مصر اليوم من القاهرة، والناس دمتم بخير. تابعتم في نشرة اليوم: الرئيس السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي لتأكيد العلاقات بين البلدين. استعدادات مكثفة للجيش والداخلية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية. رئيس الوزراء عازمون على بناء دولة حديثة يكون المواطن هو محورها الأساسي. نادي ليفربول يكشف قميصه الجديد بمشاركة محمد صلاح. الجيش الأمريكي يطور بديلا لواتساب لا يمكن اختراقه. متجر فرنسي يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلي. ونادين عبد الله تكتب حديقة التكنولوجيا ببرلين.